ما عندي غاية وياك، أحبك لله، ما دورت وياك سمعة وشهرة، تطي وقار شايلك شنك شيب، مو أهل حتى الما يعرفه يقدره، أبو علي مثل الشرف لو بي سعر ما تنباع، بيك الرجل نحترمه أو نحتقره، حبك مثل دقت العجائز يا حسين، اش ما رادوا يمسحوها ظلت خضرة، اش ما اختنق والضيق دنياي وياي، اش ما صدري ينشف من لهيب الحسرة، بس اطب صحنك ما تظل خنقة روح، شن شيلة ام الله يا كاش الحضرة، السويت لله وصرت هالقد محبوب، ما مش بشر مهيوب وهو بقبره، ابو علي ما حد يعوضك يا خبز من تغيب، لو كل شي بيها يظل نقص بالسفره، سمعتها لي سمعتها لي، لو موت هم ما اعطيك، مو بس شخص يا حسين احسك فكره، مو عن فراغ اشتاق لك وادمن بيك، ولا مساله تاريخ بيك اختصره، من عائله اش ما قاطفوهم بحجار الطوع ثق يستصغرون التمره، ما تنكره ما تنكره يا اول ايام العيد، ما تنكره يا اول ايام العيد، المعاشقك ما ضاق فرحه بعمره، مظلوم بس تحمل يجيلك مظلوم، اش هالقابليه اللي عندك المنتشره قدام يقول حسين اربع مرات، ما سيطر على دموعي تنزل حمرة، انا واخوتي اش ما قرب شهر حسين، ان حاجي امي شبيك شو متاخره، ما عدنا بس ما نفتهم كنا صغار، الاسود ضروري وشرط اول عشره، باعت طحين الحصه بس جبنا هدوم، الملابس اسود كان ربعه عيره، بس للامانه مو جهال احنا صغار، وبدمنا يمشي حسين حب حل فطره، بس للامانه مو جهال احنا صغار، وبدمنا يمشي حسين حب على الفطره، شو السمي ابوي الباع خاشي تصوف جوا السعر، بس كون يوف بنذره، ما ندري شنو هالسالفه، نحب حسين ايش قد بي طعم من الله عشق الفقره. نرحب بضيفنا لحلقة برنامج المهلهل، شاعر رائع جدا، اليوم مع الكبير والحبيب والرائع الشاعر الأستاذ عمر القرغلي. علي ما أروعك في كل الأحوال، في كل المواقف أنت قنديل، نحطك على رقاب تصير سكين، نحطك على خدود تصير منديل، نحطك بالإسلام تصير قرآن، نحطك بالمسيح تصير إنجيل، نحطك بالسلم نلقاك عصفور، نحطك بالحرب نلقاك أبابيل، إذا سألوني علل ما علي شلون أنا للمو علي ما لاقي تعليل. حياك الله أبو مصطفى، أهلا وسهلا وشرفت ونورت وحياك الله، تفضل استريح. يا رب العالمين نرحب بك استاذ عمر مره ثانيه، مرحبا وحياك الله، وعظم الله لك الاجر باستشهاد سيدي ومولاي الحسين واصحابه واخوته. ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لحضراتكم، شكرا لحضرتك بشكل خاص استاذ علي الحبيب لهذه الدعوه، وشكرا لاداره القناه لهذه الفرصه الرحبه، وعظم الله أجورنا وأجوركم والأمة الإسلامية جماعة ومراجعنا العظام في كل محاورهم وفي كل مشاورهم لهذه الذكرى الأليمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حناجرنا وقلوبنا مع هذه المواقف. أبو مصطفى بصراحة يعني إحنا متفقين أنه نتكلم بصراحة، إيش قد كان توقعاتك أنه تظهر يعني بالإعلام بهاي الفترة، يعني أقصد بشهر محرم، يعني كنت بعيده لو قريبه التوقعات؟ بعيده اي نعم بعيده بعيده، لانه العفو استاذ علي انا من النوع اللي كسول عاده، كسول، وبسبب ظروف عملي وبسبب مشاغلي الوظيفيه تحتم علي انه احيانا اعتذر عن
اها اي. وحتى اكون واضح اكثر يعني اليوم خلينا نكون احنا اكو مصلحه هي مو عيب، مصلحه شاعر. اذا كانت المصلحه الاعلاميه توصل الرساله فانا اقبلها بلا تردد يعني. لطيف. اي توصل الرساله. شاعر رساله يعني هو الشعر اكيد رساله، وانا ما اقدر اقول على نفسي شاعر رساله، المفروض انا اسالك يعني او اسال الناس. بس في بعض الاحيان احنا يعني بصراحه نحتاج الاعتداد بالنفس. والله الاعتداد بالنفس هو اكيد هو يعني مطلوب. هو مطلوب، بس احنا يعني حتى اجعلني على خزائن الارض اكون لها من الحافظين سيدنا صح. يوسف. فهو مو عيب انه بس اني كل طروحاتي يعني قصدي انه انت ماضي نحو هذا الطريق. والله انا الطريق يعني ما يخفى عليك ولا يخفى على كل اللي متابعيني انه انا طريقي كله هو ضد يعني ضد الطائفيه، يعني هو الطريق الاول اللي انا اتخذته. لطيف. بالتالي انا مثلا تناولت عده امور، مثلا منها رساله كانت لمحافظ نينوى، رساله لمفتي الديار، رساله للاطباء. هذن راح نتناولهم مثلا. انا هاي رساله للموظفين كذلك يعني هواي مواضيع، هاي مواضيع تاكل بنفسي طبعا. واحكي لك شغله ابو الاكبر، اليوم انا من خلال برنامجك وانا قايلها سابقا، اليوم خلي الشاعر الشعبي يحاول قدر الامكان انه يترك شيء للاخره، يترك شيء للاخره، او يجعل من قصائده قصيده واحده تكون ممحات لقصائد السابقه. اليوم هاي القصائد الغير باكره مستهلكة، احنا شبعنا منها والشارع شبع منها. اليوم اكو مواضيع كثيرة بالشارع ومرافق كثيرة بالشارع تحتاج الى معالجة. لطيف. لا تنتظر رجل دين ولا تنتظر شيخ عشيرة ولا تنتظر مسؤول او منظمات مجتمع مدني. صح، والخطأ واضح. انت متابع اكثر من كل ذولة. نعم. بس انت متابع اكثر من كل ذولة. اليوم انا من اشوف مثلا علي المنصوري، انا مو في طور اطرائك بس جيت بالمثل امامي. الله اليوم من اشوف علي المنصوري، علي المنصوري يقدر يغير ما لم يقدر يغيره مثلا رجل دين لربما. صح، لانه بحكم شهرته بحكم الناس اللي تحبه ممكن انه تاثر، مو بالكل، اذا اثرت ب 1% من محبيك انت اثرت ب 10000 واحد بالصحة. صح صح. ابو عمر شنو علاقه الشعر والسلطان؟ تابعوه متبوع منذ الازل. هاي العلاقه التبعيه اللي موجوده هي ازليه، ودائما الشاعر يصفق للسلطان، ودائما السلطان يصفق للسلطان. طبعا هو الاحتياج للمادة، احتياج للمادة واحتياج للمدح. ها اي، الا ان يكون يحتاج للمدح لو يغطي عيوب. لا يحتاج للمدح، شيء يغطي عيوب، عيوب ما تتغطى. يعني هو يعرف هو متروس عيوب، بس هذا يعيشه في حالة هيك هيروينية يعني. زين، برأيك يمتى تكون هذه العلاقة يعني بنظرة الناس انه علاقة صحيحة؟ اذا كان الشاعر حسان بن ثابت ويكون السلطان محمد عليه الصلاة والسلام. الله 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 الله. الرسول ما يشوف الجنة الله، هو ذا صام وتعبد. الرسول ما يشوف الجنة الله، هو ذا صام وتعبد. الجنة ذا صامت وصلت راح يشوفها محمد. اللهم صل على يا محمد، انت من قد ما خلوق كان حتى الوحي منك يستحي. الله ما أراد أن يتعبك بالصعود، احتراماً إلك نزل لك وحي. نعم. لأن صفو أنت وصفاء وأصطفاء، ولذلك أنت ربك مصطفيك. أنا مذهول بعظمتك يا رسول، أنا يا ما فكرت يا ما نبيك، احنا كنا نصلي لله العظيم وانت الله بعظمته يصلي عليك. الله الله. أنت أم شلون يا أعلم رسول، هاي يعجب منها حتى العجبي. انت خليت العلم موجب يصير، لان كان العلم قبلك سالبي. انت عمرك ابد ما قارب كتاب بيك، كانت هي تقرا الكتب. يفترض في فكر كل ام انحناء، وانه فكر العلم قائم صائبي. العلم كان بوقتك احدب منحني، وانت بميتك عدلت الاحدبي. ارد اقول لا الى كل من يقول، الى كل من قال امي على النبي. أمي قالوا عنك وعندي اعتراض، أنت مو بس أمي بل أم وأبي. الله يا محمد. الله يا محمد. الله أنت الله. بس يا محمد الله. أنت بس المنعصم. لا لا، نعيد. أمي قالوا عنك وعندي اعتراض، أنت مو بس أمي بل أم وأبي. يا محمد أنت بس المنعصم، العصمة عند الرسل كلهم معدمة. كل رسول اللي يجي يخطئ ويصيب، وانت حتى الخطأ عدك مرحمة. الله منطي العصمة بس لحضرتك، وميزك يا سيدي بهاي السمة بلا تشابيه الرسل مثل المدن، وشيل أم معصوم انت العاصمة.
انت بالاسراء. الله، انت بالاسراء بلا تشابه. بلا تشابه، الرسل مثل المدن. وشيلي انا معصوم، انت العاصمه. انت بالاسراء وقفت العقول، انا معراجك ابد ما فاهمه. سما انت، ورد اسالك يا رسول، شلون قل السما تصعد للسما؟ انت روحك بيدك وبس، لو انت موتك مو مثل كل من يموت. انت موتك تدري امتى وتعلمه. انت ربك قال لك تريد البقاء؟ قلت له لا، ما اريد، اريد الخاتمه. انت روحك بيدك وبس، لو تريد كان ليها الساهه روحك قائمه. الله، واللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. الله يحفظك. سند وإجاد. الله يحفظك. نسال الله. مو بس امي، بل امي وابي. هي اكيد هو امي وابي. الله. روحي له الفداء. الله. نسال الله، الله انه نكون من المقبولين ان شاء الله. الله الله، شكرا لهذا الجمال. الله يحفظك يسلمك ويكبر. بصراحه شنو يحتاج اليوم الشعر الشعبي بصوره عامه؟ يعني حتى مشكله، انا حقيقه انت دائما من ذاك اللقاء احنا على اساس نقنن الاسئله اللي بها اجوبه لازم تتجاوب استاذ علي، لازم تتجاوب. يعني المشكله اليوم الشعر الشعبي، لا هي مرات هسه هذا مثل ما نقدر نحكي الحقيقه. يعني الشعر الشعبي يحتاج لثقافه. ايش قد نسبه قبل الثقافه؟ قبل الثقافه هو موهبه موجوده، قبل الثقافه هي الموهبه موجوده. يحتاج لحب لله اولا وحب لوطنه ثانيا، ويحتاج لثقافه. ما يصير انت في نفس البودقه يوميه داير لي بيها ونفس وتركض الى على، يعني لا تبيع لسانك، لا تبيع لسانك، لا تبيع مبادئك. ما يصير انت تمدح الخصمين معا، ما يصير. يعني هاي كارثه. خليك واقف مع طرف، خليك واقف مع ضميرك، خليك واقف مع وطنك، خليك واقف مع الناس المجروحه. يعني بس ما يصير اني هذا كاتني وموجه علي سلاح وانت تجي تمدحه، وثاني يوم اباوع عليك انت جاي تمدحه في مهرجان. هاي كارثه. فليحيى السطح تبا للابار وسحقا للحكومات العميقه. ما يعجبني العطر مال السنادين، وما اشتم ورد مو بالحديقه. نعم. الكتل والنهب والدم نفسه موجود من 2003 لهالدقيقه. وخاف احكي ويحسبون على ذولاك وهذوك وذولا من نفس السليقه. الكتل نفس الكتل ما تختلف شيء، الكتل نفس الكتل ما يختلف شيء، الكتل نفس الكتل ما يختلف شيء، ولكن تختلف بس الطريقه. الوتر نفسه، التغير باليعزفون والا باللحن نفس الموسيقى. بالله صحيح. بشرفكم صاير زارع لبستان وابن جيراني يشتم برحيقه، واكثرهم للحق كارهون يكرهون لينا احنا الحقيقه. اريد هيك يحكي الشاعر. هسه لا تحكي لي فوق الحبايه، احكي بين الحبايه وانتهى. اذا اليوم يعني سمحنا لك او سمحت لك الفرصه، سنحت لك الفرصه تعاتب. تعاتب منه؟ أكو في شخص معين؟ يعني حقيقة أنا أعاتب الإطار وسيد مقتدى الصدر، اثنيناتهم أعاتبهم عتاب. أقولهم كافي، إحنا تعبنا، حاولوا تتفقون، لأنه إحنا كلكم أنتم يعني صرتوا ولاة أمر، بالتالي أنه لازم تكون، يعني لازم يكون أكو توافقية لخاطرنا، يعني لخاطر شعبكم، لخاطر ناسكم. أنا مو مع طرف ولا ضد الطرف، أنا مع بلدي، أنا مواطن طبيعي، أحب أنه تتفقون لخاطرنا وبس. زين. شكر. يعني حقيقة أنا تشكر منه؟ أولاً أشكر الله سبحانه وتعالى، يستاهل الشكر. يعني يستاهل الشكر. أشكر كل الناس اللي إلها فضل علي أنا بشكل شخصي، إذا كنت أعرفه وإذا ما كنت أعرفه. يكفي أنه مثلا إذا ذكرني بالخفاء ودعالي بالخفاء في ظهر الغيب، فهذا شكرا له. أشكر الدماء الزكية، الدماء اللي أريقت في نينوى في مدينتي لأجل أن تكون في هذا المنظر وفي هذا المشهد اليوم. اليوم الموصل مدينة، الموصل مدينة ليلية، أصبحت ليلها كنهارها من 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 تفاقم الأمان اللي صار بها. الحمد لله والشكر. هذا لازم توجه شكرا لمن؟ توجه شكرا للناس اللي اجتي طوعت وجتي بهاي المدينه حتى تموت حتى انا اعيش. الله، هذا قل له شكرا. ما شفت، ما شفت ناس اطيب من اهل الجنوب قلوبهم بالطيبه مملية ملي
ما شفت ناس اطيب من اهل الجنوب. الله يعزك. قلوبهم بالطيبه ممليه ملي، ما ادري نفسياتهم من يا طراز ابو الاكبر، هناك حتى المو علي تلقاه علي. الله الله. ما شفت ناس اطيب من اهل الجنوب. الله. قلوبهم بالطيبه ممليه ملي، ما ادري نفسياتهم من يا طراز، هناك حتى المو علي تلقاه علي. يوجد بكل مجتمع قاع ونساء، وبالجنوب هناك اكو رجال وسمة، النساء تركض قبل رجل الرجال، هناك عدهم يا هولد كل ظلمة. الوطن منصاح قام ابن الجنوب ورفع ايده وقال انا ابن الموزمة، انا معميل النجف واندلها زين الموت شمرة، وانا روحي معلمة بالحرب، عندي التفاوض شي محال، التفاوض بالعشق استحرمه، لو مقابر لو سواتر، ماكو بيت وماكو واحد في حضن مرت ارتمه. الله يسلمك. شكرا. شكرا لك. شكرا اهل الجنوب. شكرا. الله يسلمك. شكرا. شكرا لكل الابطال. شكرا للروح. الله يحفظك يا رب. للامانه هاي اللحمه جميله، شيء بشيء يذكر. يعني ما اريد اذكر اسم الرجل، شاعر من شعراء الموصل يشتغل بالبصره. نعم. طيب الذكر، شاعر حسين المرياني سمع انه رجل من شعراء الموصل يشتغل بالبصره، فخابره قال له السلام عليكم، مش اخبارك؟ ان شاء الله طيب، انا فلان الفلاني، خاف تحتاج شيء. هذا الرجل يعني بايام محرم، ف مر لحسين ويتجولون، تعرف هناك بال مثلا اسولف عن محافظتي مواكب وناس توزع وكذا وعزاءات وهي التفاصيل. فالولد مستغرب هذا الاجواء وكذا، واكو تفاني، يعني انت مثلا جاي من 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 فلان محافظه يتفانون وياك ويقدموا لك اكثر واكثر. فالرجل كتب ابيات شعريه حسيتها يعني اعمق من الشعر نفسه. نعم. تفهمني شلون؟ نعم. بيها فد رساله للناس، يا ترى احنا ايد وحده، قلب واحد، شعب واحد. شكرا لك وشكرا لكل شخص يوصل رساله ساميه. الله يحفظك. اي بالله. شكرا. هذا واجبنا تجاه بلدنا، تجاه وطننا. احنا دائما لسان حالنا، لسان حالنا يقول يا قاصديقة للأخوة غيلة لمو شباكة فطيرنا لا يخدعوا. اليوم كل الحروبات وكل الإرهاصات وكل التضاريس النتنة اللي جتنا من خارج الحدود هاي إن شاء الله سترد بفضل رجالات هذا البلد. أمين يا رب. إن شاء الله. ناخذ فاصل؟ أكيد. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، فاصل ونعود إليكم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، عدنا وياكم مع الحبيب والكبير أبو مصطفى الغالي عمر القرغولي. ألف تحية لك مرة ثانية، وآسفين إذا أجهدناك وأتعبناك. بالعكس والله، رحتموني. الله يسلمك. الله يخليك. سولف لي شلونها أجواء محرم الحرام، شهر الحزن بالموصل. حلو، عجبني سؤالك والله، سؤال حقيقة تمنيت أنسأله. يعني طبعا المفهوم والفكره اللي انا احاول انه دائما اصلحها عند الناس، انه يتصورون انه محرم هو موجود بس بالجنوب او ببغداد بس، يعني مو موجود بالشمال او بالغربي، هو موجود بس الصيغه تختلف، الفكره تختلف. يعني طقوس. شلون يعني طقوس؟ مثلا احنا عندنا طقوس معينه، مثلا بهذا اليوم احنا قبلها باليوم، يعني قبلها بيوم او يوم يصير اكو صيام، ويصير اكو اعتدال ديني تام، يصير اكو ناس كثيره توزع في سبيل الله هناك. طبعا يعني قصدك اكل؟ طبعا اكيد. يعني هسه اضرب لك مثلا طبعا المفروض ما احكي لانه صاحبه ما يقبل، يعني هو صاحبه ما يقبل. قبل فتره صار السيد محمد الاعرجي الاخ ابو يوسف، الف تحيه، الله يحفظه، هذا الانسان الطيب والرائع، انا يعني كثير احبه وكثير صديقي حقيقه. سوى بليله العاشر سوى مأدبة كبيرة لربما ما موجودة بالجنوب مثلا. ما شاء يعني الله. وحضر بيها يمكن 1000 شخص ما شاء الله، وتصورت وكامل. حتى اني انذهلت يعني من الموقع، كل اللي موجودين آسف اللي موجودين هم للتعريف وليس للتفريق، هم سين وليس شين اللي موجودين. اي نعم، بس وان شاء الله ماكو فرق. الحسين للجميع، الحسين للجميع، الاثنين موجودين، امام سني وامام شيعي، اثنيناتهم لقوا الخطبة
اللي عاشوراء في بودقة جميلة حقيقة ورائعة، والكل حتى بكوا الحضور لأنه سمعوا نفائح طيبة من الطرفين. اتصورت وأني صار عندي القروض، سويت على أساس أنزل بقناتي الرسمية باليوتيوب. الله. أني فش كتبت؟ لقيت العنوان هذه الموصل وليس كربلاء أيها السادة. بالنسبة لي ما قبل هو، قال لي لا أخاف لا تعتبر رياء علي وأنا مسويها لله. قال لي ما أقبل، لو ناشرها وما قايل لي ما لي علاقة، بس من قلت لي بعد ما تنشرها. وفعلا كامل الفيديو موفق عندي. هذا الرجل أبو يوسف سيد محمد الأعرجي من الناس المحترمين الرائعين، من الناس المسلمين الإيمانيين اللي ما يفرقون، وعاشوراء بسهل نينوى على مصراعيه، يعني بسهل نينوى على مصراعيه داخل مدينة الموصل قضاء الموصل كذلك السنة، يعني بعد التحرير لليوم أكو بوادر كبيرة وبوادر حلوة. هذا مو مجاملة لأحد أبو الأكبر، لا هذا حبا، هذا مو مجاملة لأحد، هاي أكو مظلومية في زاوية معينة، هاي المظلومية مسلم كمسلم. احنا أبو مصطفى احنا متفقين يعني جمعاء أنه الحسين لأمة وليس لفئة معينة. نعم تتفق؟ أكيد أكيد. هذه الأجواء اللي 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 أجواء محرم بالموصل أو من خلال يعني اللي تشوفها من خلال مقاطع الفيديو بالإنستغرام بالفيسبوك بأي برنامج بالتلفزيون، شنو ولدت عند عمر القرغولي شعراً؟ ها حلو. نتنافس أنا وياك عالشوق، وحلو نتسابق لأجل القضية، حلو نتنافس أنا وياك عالشوق، وحلو نتسابق لأجل القضية. إذا الحسين عندك أول تقول عندي حسين قبل الأولوية. هلا هلا يا أخوي الشيعي أنا وياك سيان. لا 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 حلو نتنافس أنا وياك عالشوق. نعم وحلو نتسابق لأجل القضية. إذا الحسين عندك أول تقول عندي حسين قبل الأولوية. يا أخوي الشيعي أنا وياك سيان، ومثل ما يعيش بيك يعيش بيه، أنا ألطم بس من الداخل على حسين، وعبالك أنت ما يبين علي. الجذب في كربلاء وهاي الملايين، هنا لابد نرجح المنطقية. إذا نظرة نيوتن كلها تسويف، وطلع الحسين رب الجاذبية. الله مات حسين حتى العالم يشوف وياخذ درس من الغاضرية، مات حسين حتى الرسل شتوف وكل من يحط ايده بايده خير. الله ما تحسين ما تحسين ما تحسين الله حتى الله العالم الله يشوف الله 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 ما تحسين حتى العالم يشوف وياخذ درس من الغاضريه. ما تحسين حتى الرسل يشوف وكل من يحط ايده بايده خير. ما تحسين حتى الدين لا يطوف، كان حسين ضد الطائفيه ولو تحصيل حاصل. حب الحسين غلط نتناقش بهاي القضيه. العراقي وما يحب حسين مشبوه، وعلى الأغلب يطلع مزور الهوية. ممكن بالصلاة تتخالف وياك تسبيل أنت وأنا اشتفها ليدين، وممكن نختلف حد المغالات ويصل بينا الخلاف النظرة العين. ممكن نختلف في كل الأشياء بس ما نختلف في حب الحسين. سلام الله عليك. والله يحفظكم يحفظكم ممنون جميل. الله يحفظك. شكرا. ليس مني على قراءة، لا شكرا للشعر، شكرا للشعر الجميل، شكرا لذائقتك الجميلة. والله أنا ما أشكرك لحب الحسين، الحسين رجل وصاحب موقف أثبت للعالم، فأكيد أنت رجل وتحب هيك مواقف للرجال. احنا أحكي لك شغلة أبو الأكبر، اليوم احنا نتأثر بمن نتأثر؟ للأسف للأسف اليوم أكو إعلام مغيب، إعلام مغيب اليوم يتأثر بغاندي، يتأثر بشكسبير. والله هذول دقيقين يا أخي، يا أخي هذول يمردون شبدي. إذا تسمح لي وأنا من متابعيهم يعني مثلا، حتى ذول الأشخاص أنا هم متابعيهم وأنا ما عندي مشكلة حتى أشوفهم. ديستوفيسكي مثلا، مثلا أحمد مطار مثلا، أحلام مستغانمي مثلا، إذا عشرات هسه ذول اللي حضروني اليوم عندنا أساطير إذا توقف يمها راح تنذهل. مو أساطير قتال، لا أنت طب لي مثلا على زين العابدين عليه السلام وشوف مقالات زين العابدين، شوف فكر زين العابدين زين، شو بتجرد اطلع اطلع. هذه عند دعاء سلام الله عليه يقول إلهي شوف شوف كمية الأدب، الأدب بالنص. إلهي طرقت باب رحمتك بيد رجائي. أوه الله بيد رجائي جاي، تلاحظ النص أدبي فاخر جدا.
أنا أذرني ما انصدمت بها لأنه سامحها وحافظها. نعم لا لا نعم. ما الله يحفظك. هي تثير الدهشة وتثير الصدمة. نعم أستاذي يعني هم إحنا حوارنا أدبي يعني مثلا أستعرض لك مثلا قول للإمام علي سلام الله عليه علي. يقول خير الناس من فك كفه وكف فكه. الله. وشر الناس من كف كفه وفك فكه. الله 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 الله. هذا الكلام الله. قبل 1400 سنة. الله الله الله. فيعني أنا يعني أشد على إيدك وأصافحك أيضا أنه هاي الناس اللي تستحق واحد يتأثر بيها. طبعا طبعا تتأثر بيها لأنه هذول للأسف أنا دائما أقول دائما أقول أقول السلطات والحكومات السابقة، الحكومات مو اللي في هذا القرن أو القبلة اللي أبعد يعني من ذلك، تعمدوا متعمدين أنه ضللوا الكثير وأبعدوا الكثير وأخفوا الكثير عن جوانب كثيرة لآل البيت عليهم السلام. مثلا آل البيت أنا سمو رجل دين، يعني أنا مو رجل دين ولا أريد أتطرق لهذه المواضيع. آل البيت بالنسبة لي الخروج عنهم مو بالنسبة لي، بالنسبة للفكر الإسلامي الخروج عنهم هو خروج عن الإسلام طبعا. هو خروج عن الإسلام. هذه في كل المذاهب في كل المشارب. اليوم نختلف أنا وياك، ممكن نختلف في جزئية معينة، نختلف في 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 تابعي معين، تابعي معين، ممكن أختلف وياك أنت تسبل أني أشتف، أختلف وياك أنت تجمع أني ما أجمع، ما يصير نختلف بآل البيت لأنه أنت إحنا الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا ركن من الصلاة أنا جاي أقولها يومية تقريبا 5 مرات في 17 ركعة في مشكلة يعني مو هنا. لازم يتغير الموضوع، يتغير فكر الإنسان المسلم بدون تحيز. هذا الكلام اللي جاي يحكي المشكلة الناس تفهمه، لربما أكو ناس يصطادون بالماء العكر يتصور هذا جاي أجامل إلى طرف معين. لا أخي ما أجامل على طرف معين، أنا رجل مسلم أحب الصحابة وأحب الخلفاء وأحب آل البيت وأحب أمهات المؤمنين وأنا عشقي للجميع، أنا هذا دربي وهذا ممشاي ما أغير. أنا رجل حر لا يأثر بي حزب ولا يأثر بي فكر، يأثر بي بيت وآل بيت ويأثر بي محمد ورب محمد، عدا ذلك ما يأثر بي أحد ولا أحابي لأحد. وآسف للمطول. موفق إن شاء الله. أروح لك. موفق إن شاء الله. الله يحفظك. إذا تجي لك دعوة بمهرجان من الجنوب. نعم أتشرف أكيد. أقصد بمحرم. طبعا شلون أنا كنت بالمناسبة قبل سنتين أو قبل 3 سنوات كنت بمحرم بالنعمانية بيتنكات. نعم. إيه. البحيات أوجه لهم ألف تحية. ألف تحية لهم. ألف تحية السادة الأفاضل. كل واسط. أي والله. فرحت كان أني وبرفقتي كان الله يرحمه أستاذ سمير صبيح، كنا أنا وياه بالمهرجان سوا. فأني أحضر، بس قلت لك شو وقت أحضر؟ أحضر من أكون المكان يوصل رسالة، يعني من يكون أكون مكان يوصل رسالة، يعني أنا أتحمل عبء جهد السفر وجهد الماء، أما إذا كان ما بيها رسالة مشكلة، يعني إذا ما طبعًا. وصلت مشكلة. طبعًا. من الرغيب على قصيدتك؟ طبعا يعني أنا القصائد الحادة ممنوع أنه أقراها إذا ما يشوف أخوي الأكبر أبو لواء. أي أخوي أكبر مني وبمقام والدي يعني ممنوع. الله يحفظك. هو تربوي وذواق للشعر. من باب الشاعرية لو من لا باب الجرأة؟ من باب الخطورة والجرأة. هو مؤمن بشاعريتي، يعني هو مؤمن كأبو لواء بشاعريتي، بس يحذف لي ومرات يورطني يخليني أنسى القصيدة كلها تروح، لأنه صعب أنت تكمل وأنت عندك مثلا أبواب مهمة أو مرافق مهمة جسور مهمة بالقصيدة يشيلها ويخلي فككني. أقول له ما لازم، بعد راح تقول لي لا ما لازم هي ولا ما لازم أنت. ها. إيه نعم. فأغلب قصائدي طبعا أغلب قصائدي الدينية أو القصائد الوطنية يحذف لي منها، يعني نادرا ما أطلع منها سلامات يعني. ها. إيه جميل جميل جميل. يعني اليوم المشهد الشعري بوجهة نظر عمر القرغولي شلونه العام؟ العام ما مقتنع بي والله. ما مقتنع بي؟ لا والله بصراحة أنا يعني أخالفك. أنا أشوفه نحو الأمام وطريق لطيف. طيني دليل اثبت لي القصائد اللي جاي تطلع. اوكي القصائد بكميتها لو بنوعيتها؟ لا جاي اسولفك على النوعيه، انا ما لها علاقه يعني بكمية. استشهد لي بوحده انت بيت واحد حافظه منها من جديد مثلا. لا هواي استاذ علي، اني بالنسبه لي مو اني جاي احكي على نفسي من ضمن الكل،
اذا تسمح لي انا بدي احكي على نفسي من ضمن الكل. اليوم الشاعر جاي يكتب بشكل سريع جاي يحب الظهور اكثر ما يحب الفكره. هسه اخو احنا هذا من الموضوع متفقين عليه. أي. على انه اليوم الغايه الشهره وليس الغايه لكتابه قصيده صحيحه. نعم. انا ضد هذا الموضوع، بس للامان اكو قصائد جميله جاي تطلع. اي بس من اشخاص معينين. يعني احنا الكم الشعري اللي التاريخ كله ما يوصف لك انه المجموعه 100% تطلع جيده. القمه لا تسع الجميع، القمه تسع لها 4-5 والسفح هوايه بي، واكو يقعون من السفح للقاع مثلا. انا مو هذا قصدي. أنا قصدي تقول القمة لا تسعى للجميع؟ طبعاً القمة صغيرة هالقد. لا والله هالجد. أنا أقول القمة تسعى للجميع. شلون اثبت لي؟ هسه جبل المسألة معنوية. لا 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 أنا مو معنوية، أنا رجال رياضيات. مو هي إحنا ما صاعدين على الجبل، إحنا على أرض مستوية. إذا تسمح لي، أنت جاي تقول لي قمة. إحنا جاي نحكي بالقمة. نعم. القمة. القمة اللي هي مو هي القمة معنوية. هسه إحنا اختلاف الرأي لا يفسد في الودي قضية. إذا تسمح لي، اليوم عندي جبل قمة. الفوق قمة الجبل إيش قد تسع؟ 7-8. أيه. الباقين يصعدون بالسفح ويوقع من السفح وينزل للقاع، يوصل للنص ويوقع، يوصل للربع. رجليهم مو قويه، ما لي علاقه. رجليهم شعره مو قويه، ما لي علاقه. بالتالي القمه مستحيل تسع الجميع. اضرب لك فرد مثل ما اعرف يصير او ما يصير. اليوم راح اكون جريء به. اليوم يقال انه اكو 124,000 نبي على رسول يعني بعثوا للارض. نعم. ما حافظين غير احنا 6 و7 منهم. أولي العزم مثلاً هم الخمسة أو خمسة أولي العزم. نعم. بس باقين وين؟ لا هسه أخو هذا الموضوع مثلاً أي. إذن حتى على مستوى الأنبياء هو هم أكو قمم طبعاً. مثلاً اليوم تجيني أنت تقول لي مثلاً أكو، أقول لك نعم أكو، بس هو اللي موجود قليل قياساً بالكم. بس هذا قصدي. الشاعر الأول بالموصل من؟ كل شعراء الموصل هم واحد واحد يكمل الآخر. الشاعر الأول بالقصيده تقصد واحد يكمل الاخر؟ اي نعم واحد يكمل. زين الشاعر الاشهر بالموصل؟ انا اسالك هسه اخو انا عندي جواب. لا مو ما يصير تسالني هيك سؤال، انا لو كنت مقدم ما اسالك هيك سؤال. زين يعني من الممكن تقول انا؟ لا ما ممكن، لانه انت اولا شوف انت خليتني في بودقه انه امدح روحي مثلا. انت ليش طلبتني؟ انا مع يعني بصراحه اكو مديح واكو اعتزاز. الناس ما تفرق بين المديح والاعتزاز وبين التبذير والكرم وبين البخل والحرص. هاي الناس ما تفرق، لانه هي شعره تفرق بين الوسطين. لا بس خو من خلال حديثك راح تميز الناس. انت احنا شو نقول ابو الاكبر؟ احنا شو نقول؟ راح اجاوبك لا لا نغادر هذا السؤال. القصيده اللي سببت بشهرتك، طبعا هي انا على يقين انه هن عده قصائد. نعم. لكن القصيده اللي كسرت الحاجز من والى؟ والله ما اعرف يعني حقيقه. ما تعرف؟ لا ما اعرف. بس ليش انا ما اعرف؟ هسه احكي لك مثلا، انا عندي سكرينات مال قصيده الدنيا مثلا واصل 40 مليون مثلا. نعم. عندي 5 و6 و7 و8 مثلا، ما اقدر اقول على وحده هي اللي سبب. يعني هاي قصيده الدنيا قارئة قبل 12 سنه انا ما انتشرت، وانتشرت صدفه يعني لا بالبال ولا بالحال. مثلا مو هي وحدها صارت، عندي اكثر من مرحله، لانه احنا ما شاء الله مراحلنا التعيسه وحده ورا الاخ، فانا جاي اتبناها شعرا، فما اعرف يا هي بالضبط، بس هي تراكميه. استاذ عمر حبيبي، نغادر موضوع الشهره باعتبار انت التواضع والمتنبي العظيم، يقول ملء السناب اللي تنحني بتواضع والفارغات الروز والشوامغ. انت ان شاء الله متروس. يسلمك. الله يخليك. ناخذ فاصل ان شاء الله. احبتنا مشاهدين قناه الايام وبرنامج المهلهل، فاصل ونعود اليك. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، عدنا وياكم بالجزء الأخير من برنامج المهلهل مع الحبيب والكبير أبو مصطفى عمر الغرلي. حياك الله. ربي يحفظك تحيا والدوم كل الهلا. الله يعزك. وصلنا وياك للبارت الأخير، إن شاء الله ما تعبناك. إن شاء الله أنا ما تعبتكم. الله يعزك، شرفت أنت. يسلمك. ونورت. خفيف الظل وثقيل الشعر والأدب والأخلاق. ربي يخليك. في بعض الأحيان تشوف شاعر من الشعراء تكون عنده يعني هالة غير الشعر، انت من يمك تفرح. نعم. تحس هذا بصراحة، تحس هذا انتصار للقصيدة، انتصار للشعر. نعم. اكو حملة طلقوها شباب الموصل، انا بصراحة ما اعرف يا سنة،
انه يردون عمر القرغولي يترشح بمنصب المحافظ. اي اكو هيك كلام؟ يعني حقيقه انا قبل ثلاث سنوات ازيح احد المحافظين لنينوى وانتشر بالشارع يصير انتخاب، يعني انتخاب شعبي للموضوع. نعم. فاني حالي حال الناس بديت انصدم، تجيني تاكات بالمئات، اجتني تاكات ومنها مواقع ضخمه يعني الخوة النظيفه. احسنت، واحده من العشرات. فاني وراها صرحت، اني صرحت قلت لهم انا وشاعر لربما اقدر اغير شيء ما اقدر اغيره انا ومحافظ. الله، ما ممكن يعني، لانه انتم من تكون محافظ يكون على كوريمونت، اسف خلكون جريء، بس من عندي انا اكون شاعر ما عندي ريمونت. نعم. احكي بكيفي، ما حد يغيرك يعني، بس اقدر اغير المحبس مالي من اليمين الى اليسار، يمكن حتى هاي ما اقدر لها. للظاهر يبين انه انت بيدك سلطان، تبيدك سلطان بس علي انا الضعيف، بس بالحقيقه انت ما تقدر. بس للامانه هذا يعني هسه بغض النظر صرت او ما صرت، قبلت او ما قبلت، هو هذا نصر القصيدة. انا حقيقة انه مستانس وفرحان على هذا. أشكرك. الموضوع ليش؟ لانه هذا شاعر. نعم. بالتالي انه انا ننجمع بمكان معين. اهل الموصل ما يشوفوني شاعر، اهل الموصل يشوفوني ثائر، يشوفوني انه انا دائما اتبنى فرد نقاط ما يكون ثائر من خلال القصيدة. نعم اكيد. نعم يعني شاعر. اكيد لا، هو يعتبرني انه مو شاعر المعروف انه انت دائما ابوابك هي غزل ومديح وما اعرف ايش. أني قصائدي دائما تصب في معالجة أمور معينة أو في جراحات معينة. احنا عندنا أكثر من 30 نائب، عندنا مشاكل صارت احنا بالمدينة، مشاكل كثيرة صارت، ما شافوا نوابهم اللي انتخبوهم طلعوا وحكوا ونددوا على قد تقدير بتسجيل فيديو ببيتك بس ونشر على مواقعك حتى تحسسني انه انت صرت وياي، حتى ما شفناها لمواضيع كثيرة وكبيرة بالمدينة. صح. أنا طلعت تبنيت هذا الموضوع، وتعرف أنا ما عندي، يعني أنا ما عندي حماية غير رب العالمين، بالتالي إنه ممكن أقتل في أي لحظة. نعم. عمرك طويل إن شاء الله. الله يحفظك ويسلمك. فلذلك أبو المدينة دارس شخصيتي ويعرفني. أنا أشكره طبعاً، مو بس أبو المدينة، بالمناسبة بالبصرة يجوز يحبون أكثر من الموصل، هواية عندي عشرات من الأصدقاء. إحنا نحبك والله. فدوا أروح لك أبو لك. الله يعزك. صورة أنت والكبير كاظم إسماعيل قاطع، شنو تعليقك عليها؟ إلى رحمة الله، هذا الحقيقة الأثر الشعري الكبير، أثر شعري كبير، المغفرة والرحمة لروح الطاهرة. ألف رحمة ونور تنزل على قبره. أيضا محط فخر أنه من يكون شاعر يعتذر له فد مكان معروف بالعراق ومكان مهم بالعراق، يعتذر الشاعر شعبي بحد ذاتها أيضا نقول نصرة للشعر الشعبي. حركة الإفتاء، دار الإفتاء العراقية، دار الإفتاء العراقية. نعم. هو وزير، يعني وزير الأوقاف، يعني أنا. نعم. أوجه له وزير الإفتاء العراقي، يعني هو وزير، أنا أوجه له طبعا كل التحايا وكل الاحترام وكل التقدير والاحترام لشخصه. هو أنا قبل فترة، هو طلع من طلعنا إحنا من بودقة داعش، طلع عرج على فرد موضوع حقيقة ضايقنا احنا كموصليين، احنا ضايقنا وانا ضايقني بشكل شخصي. قال يعني هو لربما ما قاصد، ما اقدر اقول يخون التعبير لان كارثة، يعني يخون التعبيراني، بس والله. هو يخون التعبير مشكلة كارثة، بس اقول يخون التعبير. التمس العذر؟ لا اكيد التمس العذر، لانه وضح انه اني مو هيك قاصد. فنزل من دار الافتاء، نزل قال رسالة. وشو كان يقول؟ يعني هو قال ابو المدينه عنصري، مو مثل ابو القريه، ابو القريه وابو المدينه بيناتهم مشاكل، مثلا ضربوا القياره والموصل مثلا. وهذا الموضوع مو وقته بالنسبه ان احنا تونا جايين طالعين من جراحات داعش وانت تطلع تقلي بهالشكل هذا، يعني استفزني واستفز المدينه كلها. ما شفت احد من لا المحافظ ولا شفت البرلمانيين ولا شفت اعضاء مجلس محافظه ولا شفت احد طلع قال له يا اخي ليش هيك، انت عندك حصانه تقدر تحكي، تقدر تسولف، تقدر مع مو ما حد حكى. انا طلعت قلت قصيده، دار الافتاء هو حضرته مهدي الصميدعي، كل التحايا لشخصه، نزل قال ايضاح او اعتذار او ما اعرف ايش، ما اعرف هسه بالنص، خلفت رضا ايضاح، يعني ما اعرف يعني بالنص ناسي، الى الشاعر عمر قرغلي ومن خلاله الشعب الموصل. جميل. اي ونزل لائحه كامله، خطاب كامل بهذا الخصوص، اشفاني يعني اني اللي اشفاني شنو؟ اللي اشفاني انه قمنا نحس انه رسائلنا توصل وجاوبوها. نعم. هذا المهم.
مو انه اليوم اذا انت ما تسمعني ترى اني العفو انا ما اقصد فضيله الشيخ هذا على جنب بشكل عام. اليوم انت اذا تزوجني ترى انا ما عندي غير لساني. طبعا انا ما عندي غير لساني انا جزء الموضوع انا ما اتناوله شخصي جزء مزعلني كمدينه. لا طبعا شخصي ما ممكن أيه. الشخصي العافون عن الناس والكاظمون الغيظ والمعرفه ايش هاي ممكن بالشخصي، بس اليوم انا اعتبر نفسي عضو برلمان غير منتخب. طبعا احكي باسم الناس، احكي باسم الشارع الموصلي مثلا، مو الموصلي انا احكي باسم الشارع الجنوبي، يعني انا جبت طاري الناصريه مثلا من صارت بها مظاهرات. نعم اول شخص انا قريت للناصريه اول شخص، وكذلك انا حكيت على كربلاء على زائرات الحسين من اتهمتهم جريده الشرق الاوسط، انا سميت الشرق الاقذر، تناولت زائرات الحسين على شاعر شعبي ما اقبل. نعم هاي بنتي واختي وامي وهذه، وانا ابن الموصل وايد ابن الموصل، انا هاي تمسني، بالتالي هذا شرفي وعرضي وما اقبل اي شيء. بدليل انه نشوف هاي الصوره اللي يعني بصراحه من عودتك من النزوح يعني الامانه انه ما طالعه بس العوده مال النزوح، بس انا اللي اعرفه انه جمهوره وعليك الموصليين بطريقه كبيره وجميله. سولف لي شنو كان شعورك؟ والله يعني لازم تنزل دمعتك، يعني مو صح يعني لازم طبعاً. تنزل دمعتك، يعني تنزل دمعتك بفخر. انا يعني حتى حقيقه في حينها شالوني والله الله اي، وشفت رقعه موجوده الموصل تحتفل يعني تحتفي او ما اعرف، راحت الصوره مني هسه قدامي بقدوم شاعرها البار ما اعرف ايش عمر قره اللي نزلوها، ولقيتها رقعه كبيره ومسوي احتفاليه بعد خروجنا من داعش هم المدينه، لانه انا كان عندي رسالتين، يعني رسالتين قبلها، رساله الموصل ورساله بنت الموصل، يعني اثنيناتهم الرسالات هذه نقلت معاناه الحقيقه اللي موجوده، يعني مثلا اتهمونا للاسف الكثيرين بجهاد النكاح، وهي مو حقيقه، هاي اطلاقا مو حقيقه وما لها علاقه بالحقيقه لا من قريب ولا من بعيد، مثل ما يتهمون الطرف الاخر في الوجه الاخر باتهامات مو حقيقه مو صحيحه، صدرونا اعلام قذر اسف للمفرده بس ما تلائم غير هاي المفرده، وهذا الاعلام وصل شيء مو صحيح. اليوم بنت الموصل هي مثل بنت البصره ومثل بنت كربلاء ومثل بنت العماره، زين كلهم من رحم واحد، فاني تناولت هذا الموضوع وكان موضوع خطر جدا، يعني بعض الشعراء يخافون يفكرون بي. الله اي نعم اني تناولته. يعني انت تريد تقول انت من تكون شاعر قريب الى مدينتك او منطقتك بالتالي راح تلقى ثمار. انا اقول ما كان لله ينمو، طبعا اذا يكون الله سبحانه وتعالى ويكون مشاعرك لله ويكون يعني اتجاهات شعرك ولسانك يكون نحو الله بالدرجه الاساسيه، لانه يعني الوطن هو رب اخر اعرف عفوا رب مجازي. شنو تعليقك عن هاي الصوره ويا الشاعر الكبير والاستاذ سمير صبيح؟ يقولون بعض الايماءات هي اجوبه. يعني حقيقه خساره. انت تربطك علاقه شخصيه بي؟ يعني طبعا استاذ سمير استاذنا واحنا كنا صغار حقيقه، يعني صغار شعرا وصغار عمرا، انا اعتبره مدرسه، يعني العفو مو المدرسه المفهوم اللي يحكوه، يعني اعتبره مدرسه اخلاقيه، يحب العراق بشكل صحيح، واكو جوانب اتهموه مثلا هو طائفي، هو مو طائفي الرجل، يعني يحكي على الجميع، يحكي على كل سيء هنا وهنا وهنا وهنا، مرات لربما اكو هفوات تصير بس ما انسان معصوم، هي هفوات بس هي ما موجوده بشخصه، لان انا اعرف شخصه، يعني انا قريب على شخصه. سمير صبيح ذكرت نقطة جدا مهمة، انه شاعر يحب الوطن بطريقة صحيحة جدا، يحب الوطن جدا، واكبر دليل على انه مسيرته صح، صدقني ابو الاكبر ماكو واحد يموت عندنا بالعراق وتصير عليه هيك حزن، صار ترند 4 ايام بالعراق حتى بالوطن العربي، رئيس جمهورية مات ما صار ربع هذا طبعا. اي أستاذي. شخصية مثل ما تفضلت حضرتك، ما كان لله ينمو، اللي ناصر الشعب الشعب يناصر ايضا، اكيد الرحمة والغفران لروح الطاهرة أبو علي الله يرحمه. أي والله يستاهل الرحمة والمغفرة والرضوان، وعلى قولته أنه منبر الذمة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. وصلنا الختام الحلقة. نعم أنا جدا سعيد. أنا سعد أبو الأكبر الله الكريم، وتحية من خلالك الأهالي الموصل، تحية من خلالي إلى خلالك إلى البصرة العظيمة الله يسلمك، إلى الفيحة الله يحفظها ويحفظ ناسها وشعبها الله يخليك. وصلنا لختام الحلقة، حقيقة شرفتنا
وسعادتنا. يسلمك وممتنين جدا. فدوى اروح لك. الله يسلمك. الله يخليك. الختام عليك مثل ما انت تحب. طبعا قال بان ختامها مسك، والمسك علي عليه السلام. فراح نقرا لابو الحسن. تسمح لي اقرا لي هيك في البدايه؟ اتشرف. انت شرف. تقول ناسك ادمنوك. العشق للي يهتم. اش قد شوهه وسمعتك بيها ذبه وطين. ما تنخبط يا زمزم. الله. ربعك لو غبت اسالها شو تسوون؟ يقولون ننام من العصر حتى بعلي نحلم. الله. واقول لهم شلون نعرف حيدر جاي؟ يقولوا لي اذا ريحه ظلم نشتم. الله الله. ما استغربك تلتم عليك الناس، شاهو النحل بس على الورد يلتم. الله الله الله. علي وصفوك قالوا بيك اشكال، علي بغض النظر عن كل ما قيل. نعم. علي ما اروعك في كل الاحوال، في كل المواقف انت قنديل. علي وصفوك وقالوا بيك اشكال، علي بغض النظر عن كل ما قيل. علي ما اروعك في كل الاحوال. الله. في كل المواقف انت قنديل. نحطك على رقاب تصير سكين، نحطك على خدود تصير منديل. الله. نحطك بالاسلام تصير قران، نحطك بالمسيح تصير انجيل. نحطك بالسلم نلقاك عصفور، نحطك بالحرب نلقاك ابابيل. اذا سالوني علم ما علي شلون، انا للمو علي ما لاقي تعليل. الله. يلي مبكي. اذا سالوني علم ما علي شلون، انا للمو علي ما لاقي تعليل. يلي مبكي بنود ليتامي بتشوك. الله. ومو دمعك عليهم قلبك يسيل، بس ليتام كانوا بيك يعيلون، والا غيرهم من يقدر يعيل. انا ادري بس ليتام. ليتامي بتشوك ومو دمعك عليهم قلبك يسيل، بس ليتام كانوا بيك يعيلون، والا غيرهم من يقدر يعيل. علي لو من جديد يبعثك الله، حضرتك يا ترى ويا من تميل؟ ألف مذهب ومرجع واتجاهات، شنو شرايح تخلي شرايح تشيل؟ إيديك شلون راح تحطها مولاي؟ شنو تشتيف راح تصلي تسبيل؟ ويا ذاك الجيل وشلعوا قلبك الناس، فما بالك إذا تعيش ويا هالجيل؟ الله. اسمك يا علي ما يلفظ حاف، علي لازم لمن نقراك ترتيل. مو جسمك قصير، خلقك قصير، اقصد بالحروب مو بالاقاويل. كنت لما اقصد بالحروب مو بالاقاويل. كنت لما تحارب تقبض الروس، ومن تقبضها كنت تحاكي عزريل وتقول له شويه خف بيدينك وياي. كنت تقبض الروس وهو اللي يشيل. كر وكر حياتك بالحروبات علي، كنك قدر ما يوم فريت. علي عندك قلب ما شايل انسان، بحياتك اي بشر ما يوم اذيت. قلبك بالحرب ما تاخذه وياك، من قد ما رقيق تعوفه بالبيت. الله. علي اكبر، علي اكبر من اقلام التواريخ. الله الله الله. قلبك بالحرب ما تاخذه وياك. الله. من قد ما رقيق تعوفه بالبيت. علي اكبر من اقلام التواريخ، علي المعنى الحقيقي لكل قداسه، اخذه وظاهره وما رادهم هيك. علي راد ان يدخلون الاساسه، رسموا راسه من الخارج وراد من الداخل يرسمون راسه. ناس اول وناس الرابع تقول، والناس ين ما محسوبه ناسه. علي خلص حياته يدور الله، منو قال لكم يدور رئاسه؟ الله. علي عنده وجه ما عنده وجهين، لذلك كان يضوج من السياسه. علي وحده قياس لكل الاشياء، رغم ما حد عرف وحده قياسه. عمر انا واحبك يا علي هواي، أحبك لأن تمتلك الفراسة، أحبك عن سبق إصرار ودراك، أحبك عن قناعة وعن دراسة، أحبك على البلاغة وعن نحل بيك، أحبك على الشجاعة وعلى الشراسة، أحبك لين ما عندك حمايات، أحبك لين تحتقر الحراسة. ناس أول وناس الرابع تقول، والناس ين ما محسوبة ناسة. علي خلص حياته يدور الله، منو قال لكم يدور رئاسة؟ بالله ما يدور رئاسة. الله يحفظكم يا رب ويسلمك. شكرا. شكرا لحضرتك أبو الأكبر. شكرا والله. شكرا لك، وشكرا من خلالك لهاي الجنود الخلف الكواليس، للسيد المخرج والابطال اللي موجودين. شكرا لإصغائك الجميل ولذوقك الجميل. الله يسلمك. وشكرا لهذه الدعوه ولهذه الحفاوه. اريد نختم بهيك
ومو بهذا الختام الكلاسيك اذا يسمح لنا السيد المخرج. انا حاضر. اي والله تقوم انا وياك تقوم وهم هيك العراقيين ان شاء الله. ان شاء الله هيك وغصبا على يرضى ولا ما يرضى. اي والله غصبا على يرضى ما يرضى. اول اكبر الحبيب. احبتنا مشاهدين قناه الايام وصلنا وياكم لختام الحلقه ان شاء الله يا ربي لاقت استحسانكم ان شاء الله يا رب مع الكبير عمر القرغولي. الله يحفظك ابو الاكبر كل الغالي. الله يعزك. الله يحفظكم ويسلمكم يا رب.